بالتأكيد في اهتمام كبير بانضمام مصر لتجمع بريكس، واللي بيعتبر واحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، واللي بيعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وكمان يقلل هيمنة الدولار على التعاملات التجارية الدولية. كلنا شفنا امبارح بالفعل القرار اللي ربما يعني أتى في صباح الأمس. الجميع ربما رحب بهذا القرار، كافة الدوائر الاقتصادية والجميع في العالم اتفاجئ ان يعني يتم اختيار مصر والسعوديه والامارات من ضمن مجموعه دول الشرق الاوسط لدخول مجموعه البريكس. غير انضمام مصر لتجمع البريكس ان هو بيعد تاكيد على متانه العلاقات الاقتصاديه والسياسيه ما بين مصر وما بين دول التكتل اللي احنا عارفينها طبعا، اللي هي روسيا في مقدمتها والصين وجنوب افريقيا والبرازيل، وأيضا على مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلينا نأكد برضو أن ده بيؤكد أن منطقة الشرق الأوسط لا تغيب أبدا عن صانع القرار الدولي باعتبارها هي رمانة الميزان في العالم. خلينا نعرف تفاصيل الأثار الخاصة بانضمام مصر لاتفاقية البريكس. بنرحب بفقرتنا النهاردة الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك استاذ مصطفى، اهلا بيك دكتوره منى. بنسعد بوجود حضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. خلينا نتكلم كده في البدايه عن اهميه انضمام مصر لقمه البريكس ولدول البريكس. احنا بقى لنا فتره يعني بنسمع عن هذا الموضوع، ما كناش متابعين تفاصيل كتير، وفجاه اكتشفنا ان الموضوع مختلف ومهم جدا. طب خلينا دكتوره منى قبل ما نتكلم عن الاهميه والفوائد نتكلم عن الدلالات، يعني ايه دلالات انضمام مصر لعدوات البريكس. يعني طبعا ده هو ثمار السياسه المصريه، يعني في العشر سنوات الماضيه النهارده مصر بتجني ثمار هذه السياسه الخارجيه والسياسه التنمويه الداخليه. السياسه الخارجيه قائمه على فلسفه التوازن في بناء شراكات متعدده في العلاقات الدوليه مع الشرق، مع الغرب، مع الشمال، مع الجنوب، مع كل الدول، في إطار نوع من الحد الإيجابي، ليس جزء من استقطاب عالمي، ولكن الانفتاح على كل التجارب التنموية، التجارب التقليدية، أمريكا، أوروبا، فتحنا على إفريقيا، آسيا، وسط أوروبا، حتى في دول في وسط آسيا. وبالتالي هذا الانفتاح على البريكس كتكتل عالمي يمثل أهمية كبيرة، بيعكس يعني قوة وفعالية ورشادة السياسة الخارجية المصرية في بناء شراكات وتوازنات. الدلاله الثانيه المهم ايضا فكره قوه الاقتصاد المصري، لان العالم اليوم قائم على المصالح الاقتصاديه. يعني كان في السابق التكتلات تقوم على اسس ايديولوجيه اشتراكيه في مقابل راسماليه، الان تقوم على المصالح، قوه الاقتصاد بمعنى ماذا انا ساستفيد منك وانت ماذا انت ستستفيد، ماذا ستقدم مصر للمجموعه وماذا ستقدم المجموعه لمصر. وبالتالي دلاله انضمام مصر بتعكس قوه مصر الاقتصاديه، سلامه ونجاح البرنامج للصحه الاقتصادي، المشروع التنموي المصري ان هو بيسير في الطريق الصحيح، وجعل مصر احدى الدول الصاعده الناشئه في الاقتصاد العالمي التي دفعت البريكس كتكتل كبير طبعا الكل يريد الانضمام له ان يقبل وينفتح على عدويه مصر. فدي هذه الدلالات المهمه. بالطبع اهميه الانضمام مصر ومن اهميه البريكس، يعني البريكس كتكتل ببساطه كان بيضم خمس دول، هو يعني هو الاحرف الاولى للدول التي بدات بريك في 2009، جنوب الصين، روسيا، الهند، البرازيل، ثم انضمت جنوب افريقيا واصبح البريكس في 2010. وهذا التجمع بلغه الارقام هو طبعا 31% من الناتج العالمي، يعني اكثر من ثلث الناتج العالمي. هو تخطى مجموعه السبع الصناعيه الكبرى اللي هي نادي الاغنياء ونادي الدول المتقدمه في الغرب. به اكثر من 43% من سكان العالم، ومع انضمام الست دول سيكون اكثر من نصف سكان العالم في صحيح. هذا التجمع. صحيح. ايضا اكثر من ثلث مساحه العالم بعد طبعا انضمام مصر والسعوديه والدول الاخرى. به اكثر من ربع حجم التجاره العالمي. وبالتالي طبعا هو هذا على مستوى التجمع، على المستوى داخل التجمع دوله مثل الصين وروسيا دول مهمه في نظام الدول، يعني الصين الان هي ثاني اكبر اقتصاد عالمي، وروسيا ايضا قوه، وبالتالي قوه متعدده، قوه كبرى في النظام العالمي، سواء في النظام العالمي الاقتصادي او النظام العالمي السياسي، وده يعني هيفيدنا فيما تكلم به يعني تداعيات وفوائد هذا الانضمام لصالح مصر. صحيح. بالطبع هذا التجمع مهم، الآن لغة المصالح، العالم كله يتجه للتنمية، خاصة أن هناك الآن شعار مسمى التعافي الاقتصادي، يعني بعد جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية، كل الدول تبحث عن التعافي الاقتصادي من خلال ماذا؟ من خلال بناء هذه الشراكات
من خلال يعني جذب الاستثمارات، من خلال بناء علاقات قويه، وبالتالي مصر تستهدف الانفتاح لكل التجارب التنمويه. صحيح. تجربه التنمويه للصين، لروسيا، للاقتصادات الاخرى، البرازيل، جنوب افريقيا، الهند، واحنا لدينا كانت علاقه مهمه، رئيس الوزراء ناريندرا مودي زار مصر قريبا. صحيح. وبالتالي بيعكس هو ثقل وقوه مصر الاقتصاديه وفعاليه السياسه الخارجيه المصريه. صحيح. طيب اقليميا، لو اتكلمنا اقليميا، منطقه الشرق الاوسط لها اهتمام خاص في عند صانع القرار العالمي، سواء الشرق او الغرب، وكل التجارب ربما بتحكي، ومحطات التاريخ بتحكي هذا الامر. لو شفنا المنضمين لنادي البريكس مؤخرا، هنلاقي ان هم خدوا من كل بستان زهره، يعني خدوا من امريكا الجنوبيه الارجنتين لتكون بجوار جارتها البرازيل، خدوا من اسيا ايران لتكون بجوار ايران، لتكون بجوار روسيا والهند، خدوا من افريقيا اثيوبيا، ولكن المنطقه الوحيده اللي خدوا منها ثلاث دول تباعا، وربما يعتبروا ثلاث دول متجاورين، هي منطقه الشرق الاوسط. تعليق حضرتك. طبعا استاذ مصطفى، اختيار الست دول له مغزى ومعنى، يعني اولا بيشكل تمثيل للنظام العالمي، يعني مناطق العالم المختلفه، قارات العالم المختلفه، افريقيا، امريكا اللاتينيه، اسيا، باستثناء طبعا اوروبا التي كانت حكرا على اوروبا وامريكا الشماليه هم العالم الغربي، نادي المجموعه السابع، لكن بالزبط. هي بتمثل يعني تعكس رساله انه تكتل يمثل تمثيل عالمي. أي. يعني بيدعو الى نظام عالمي اكثر عداله واكثر تمثيلا، وبالتالي هذا هو في الناحيه الجغرافيه والجيوسياسيه. من الناحيه الاقتصاديه بالطبع ثلاث دول العربيه، مصر، السعوديه، الامارات، هي تمثل اهميه كبيره، وانا دايما اطلق عليهم ما يسمى قاطره التنميه في المنطقه، لانه هو القلب الصلب. يعني منطقه الشرق الاوسط تعرضت لهزه في العقد الاخير، هزه غير مسبوقه مع ما يسمى الربيع العربي، وانفلات دول، والدوله الوطنيه انهارت في كثير من الدول العربيه، حروب اهليه، ارهاب، لاجئين، يعني كانت اكثر منطقه ساحه للصراعات. وسط هذا استطاعت مصر بالسياسه الخارجيه المصريه وتحالفاتها وعلاقاتها مع السعوديه والامارات ان تسمى القلب الصلب الذي ينقل المنطقه من هذه الصراعات والتوترات والارهاب الى منطقه اكثر استقرارا من ناحية التنمويه. هناك مشروعات تنمويه في مصر والسعوديه والامارات، الثقل الاقتصادي ايضا للسعوديه كاحد مجموعه ال20 ودوله الامارات ايضا، وبالتالي الثلاث دول شكلوا قوه كبيره فرضت نفسها على الساحه الدوليه من الناحيه الاقتصاديه. من الناحيه السياسيه، بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه تبنى مصر الحد الايجابي ومع السعوديه والامارات فكره عدم دخول في استقطابات، فكره بناء شراكات مختلفه، يعني مصر تبني شراكات مع الصين وروسيا لا تكون بديل عن الشراكه مع الدول التقليديه امريكا، ولكن هي يعني متعدده، لا تدخل في شراكه ضد شراكه اخرى او تستبدل شراكه مع دوله بشراكه مع دول اخرى، ولكن الانفتاح لكل الدول. هذا السياسه الحياد الايجابي هو فرض الاهميه الاستراتيجيه لهذه المنطقه لهذه الدول الثلاثه، والاهميه الاقتصاديه كقوه اقتصادات لديها تجارب تنمويه واضحه، مشروعات تنمويه عملاقه تحقق معدلات نمو مرتفع، كل هذا اهل هذه الدول الثلاثه بالطبع مصر والسعوديه والامارات لان تكون اعضاء في البريكس، وبالتالي بيعكس ان المنطقه العربيه الان تعيش مرحله جديده من مرحله يعني ارهاب وحروب وصراعات وتصدير كل هذه المشكلات الى مرحله تنميه وازدهار، وهذا هو المغزى. ولذلك انضمام الدول الثلاثه بيعكس اهميه الشرق الاوسط، بيعكس الثقل السياسي والاقتصادي للدول الثلاثه، بيعكس ايضا اننا ولا بيعكس رفض الهيمنه الغربيه. لو بنتكلم سياسه مش اقتصاد، يعني عندنا القضيه الفلسطينيه ربما كانت خدت منا مناحي طويله جدا من الهيمنه الغربيه، باعتبارنا اكثر المناطق تضررا يعني من الهيمنه الغربيه على العالم. شوف استاذ مصطفى، من ناحيه التجربه العمليه في العقود الثلاثه الماضيه، الحاليه القطبيه الامريكيه اضرت بالعالم، ادت لاضطراب العلاقات الدوليه، لم تحل المشكلات، منها طبعا المشكله الفلسطينيه، ادت لانتشار صراعات كثيره في الازمات، فكره استخدمت الديمقراطيه كمظلة ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب في تدخل في شؤون الدول، هدم دول، امريكا ادت لعسكره العلاقات الدوليه الان في اسيا والصين وتايوان، هناك في شرق اوكرانيا، في شرق اوروبا اوكرانيا هناك عسكره، والمنطقه الشرق الاوسط شهدت ايضا عسكره لهذه العلاقات، وبالتالي هناك مصلحه مصريه وعربيه في وجود نظام دول متعدد الاقطاب، لان هذا بيخدم القضايا العربيه، هذا بيعطي هامش مرونه اكثر واكثر حركيه في التعامل والدفاع عن القضايا الدول الناميه، الدول المنطقه، القضايا العربيه، بيعطي ان توازن في العلاقات الدوليه، لان وجود قطب واحد منفرد محتكر بيمثل يعني خطوره، وراينا كيف ان امريكا انحازت لاسرائيل مثلا في القضيه الفلسطينيه، في قضايا اخرى، لكن الصين وروسيا بتدعم قضايا عربيه، تدعم القضيه الفلسطينيه، تدعم فكره الحفاظ على سياده الدول، الدوله الوطنيه، عدم التدخل في الشؤون الداخليه، وبالتالي هذا التعدد في النظام الدولي يمثل اهميه كبيره. فجزء من الانضمام او الرساله او المعنى بالمعنى السياسي هو ان هناك توجه او هناك رغبه
في ان يكون النظام الدولي اكثر تعدديه، تعدديه القطبيه السياسيه والاقتصاديه، ايضا الاقتصاديه مهمه، لان تم استخدام، يعني نقول صراحه، النظام الاقتصادي التقليدي الذي نشا بعد الحرب العالميه الثانيه اللي هو نظام بريتون وودز الذي ادى لانشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اداره ما يسمى النظام العالمي الاقتصادي وهيمنه الدولار، هذا النظام قد انحرف عن يعني عن هدفه الاساسي في تحقيق التنميه والازدهار في العالم. اولا الدولار استخدم والعقوبات الاقتصاديه كسلاح امريكي في مواجهه دول اخرى، ادى طبعا كما راينا روسيا دول مختلفه، ادى لتداعيات سلبيه على الدول الناميه دفعت السهم، وبالتالي اصبح الدولار يمثل عبئا كبيرا على التعاملات الدوليه الماليه. ايضا فكره التمويل الدولي، يعني البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كجهات مانحه بدات تفرض المشروطيه السياسيه، تفرض روشتات صعبه، وبدات تستخدم احيانا في ابعاد سياسيه، وهذا ايضا اضر بالدول الناميه. وبالتالي البريكس واهميته انه بيؤدي نوع من التوازن او ضبط العلاقات الدوليه، النظام الاقتصادي العالمي، يعني هو لن يكون بديلا عن النظام التقليدي، عن صندوق النقد والبنك الدولي، ولكنه بديل اخر موجود في اطار تنوع الخيارات. البريكس لديه ما يسمى بنك التنميه، بنك الاستثمار الجديد، هو اقرب الى صندوق النقد الدولي، وايضا يعني براس مال 100 مليار دولار، ولكن بدون الاجحافات وبدون الشروط او الاملاءات الغربيه. صحيح، وكل هذا بيمثل اهميه كبيره. بمعنى اخر احنا الان بنشهد يعني تحول في النظام الدولي، النظام الاقتصادي الدولي بتكتلات اقتصاديه موازنه مهمه، مؤسسات اقتصاديه يعني موازيه او يعني موجوده الى جانب المؤسسات التقليديه فتضبط، هذا بيوسع المساحه والهامش امام الدول الناميه في الحصول على التمويل اكثر سهوله. ده له علاقه باختيار مصر واحد من 6 دول من اجمالي 40 دوله يمكن عندهم النيه ينضموا للبريكس، او 23 دوله تقدموا بطلبات بالفعل، واحد من 6 دول في المرحله الاولى للانضمام لدول البريكس؟ يعني بالطبع، اولا هناك اكثر من 43 دوله ابدت رغبتها في الانضمام للبريكس، 23 قدموا طلبات رسميه، منهم طبعا اختاروا 6 دول في المجموعه الاولى، مصر والسعوديه والامارات، ايران، اثيوبيا، الارجنتين. نعم. طبعا اختيار مصر له دلاله مهمه، طبعا يعني مهمه، طبعا مصر تمثل يعني اهميه جيوسياسيه، هي قلب الشرق الاوسط، هي بوابه افريقيا، هناك علاقات قويه حتى بين مصر ودول المجموعه، الصين يعني. نعم. علاقات قويه مهمه بين مصر والصين، بين مصر وروسيا والهند طبعا، يعني حجم التعاملات الاقتصاديه، مصر هي الشريك التجاري الاول تقريبا لكل من روسيا والصين في افريقيا، ايضا تمثل اهميه كبيره. وبالتالي هي بقى يكون النقطه المهمه، ماذا ستقدم مصر لهذه المجموعه، وماذا أيوة. تستفيد مصر من هذه المجموعه؟ والسؤال ايضا يعني سؤال اخر مرتبط به، يعني كيف سينعكس هذا الانضمام على المواطن المصري، بمعنى على الداخل المصري؟ هذه النقطه المهمه، يعني ماذا يعني انضمام مصر لدول البريكس؟ طبعا لو جبنا على السؤال ده الاول فيما يتعلق بان انت النهارده بتفتح شراكات، بتفتح اسواق جديده، افاق جديده، ده طبعا ده بيتيح افاق للسلع المصريه والمنتجات المصريه، الصادرات المصريه، اسواق الصين، روسيا، اسواق جنوب افريقيا، البرازيل، فده بيساهم طبعا في دعم الاقتصاد المصري. طبعا جذب الاستثمارات الخارجيه، انت عندك مشروعات قوميه عملاقه في محور التنميه في العاصمه الاداريه في كل انحاء مصر، مصر بيئه واعده لجذب الاستثمارات، ده بيتيح جذب استثمارات صينيه، روسيه، من كل دول المجموعه، وده طبعا كله في نهايه المطاف بينعكس على ارتفاع التنميه، معدلات النمو، تقليل معدلات البطاله، وبالتالي ينعكس على المواطن المصري في نهايه المطاف. طب. بمعنى هنا العلاقه ما بين السياسه الخارجيه والسياسه والاقتصاد او ما يسمى دبلوماسيه التنميه، انت بتفتح شراكات، لديك علاقات سياسية قوية مع كل الدول المتميزة، لا تدخل في استقطابات، لا تعادي أحدا، وبالتالي تستفيد من الكل وتعظم مصالحك مع الكل، سواء الجانب الغربي التقليدي، يعني مصر لديها علاقات طفرة مع دول وسط أوروبا، دول فيشجراد، في أيضا في وسط آسيا، رأينا أرمينيا، أذربيجان، في طبعا في آسيا، في العلاقات التقليدية مع أمريكا، كل هذا بيعني تنويع الشراكات الاقتصادية، استفادة من كل ميزة نسبية لكل تجربة تنموية، سواء في رأس المال، المشروعات الصغيرة، التكنولوجيا المتقدمة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وبالتالي في نهاية المطاف هذا التوسع وهذا الانضمام سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وعلى المواطن المصري، وهي النقطة المحورية، لأن الانضمام يعني سيكون ماذا سنستفيد؟ لا، سنستفيد كثيرا اقتصاديا، جذب استثمارات، تبادل تكنولوجيا، الصين والهند وروسيا دي دول متقدمة تكنولوجيا، مشروعات مختلفة،
إضافة طبعا إلى الاستفادة الاقتصادية هناك الاستفادة السياسية والاستراتيجية. صحيح. لأن أنت بتدعم علاقتك مع الدول القوية في النظام الدولي، دول مؤثرة لديها مقومات القوى الشاملة، القوى العسكرية والقوى الاقتصادية والقوى السياسية. هذا بيعزز الدفاع عن القضايا العربية، بيعزز مكانتك، بيحجم ويحد من انحرافات القوى العظمى الأخرى فيما يتعلق بسلوكها في النظام الدولي، في عسكرة العلاقات، في إثارة التوترات، في التدخلات في شؤون الدول الأخرى، وبالتالي على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الاقتصادي تمثل أهمية كبيرة. ومن هنا يعني لماذا هذا الاهتمام الكبير وهذه ربما الفرحة كثيرة لدى المصريين بالانضمام إلى البريكس، لأنه له فوائد اقتصادية كما أشرنا. الآن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، العلاقات تقوم على المصالح طبعا. وبالتالي هذه الدول ستقدم الكثير لمصر، بشرنا استثمارات، تكنولوجيا، فتح أسواق مسمى فيها في النمو الاقتصادي، الدفع، التجربة التنموية المصرية. التعاون مش هيكون واخد سياق الدول الأكثر حظا أو الدول الأكثر قدرة مادية أو الأقوى اقتصادا والدول الأقل اقتصادا أو اقتصادها نامي، التعاون سيكون مشترك بين كل الدول بشكل متبادل. طبعا التعاون مشترك بين كل الدول ويقوم على فكرة يعني المنافع المتبادلة، هذا هو المبدأ يعني. وطبعا كل طرف سيستفيد من المنافع حسب قوته الاقتصادية بالطبع يعني، وبالتالي هذا بيشكل أيضا تحدي للاقتصاد المصري، للصناعة المصرية، لأن لديك أسواق جديدة وهناك يعني تنفتح على خبرات تكنولوجية. طب ماذا ستقدم مصر لهذه الدول؟ يبقى في المقابل كما ان مصر ستستفيد، ماذا ستقدم مصر؟ مصر بالطبع تمثل بها وعدد الجذب للاستثمارات، لان الان العالم يبحث عن المناطق الامنه للاستثمار، يعني هناك شرق اوروبا هتقدم طبعا يعني. اعتقد ان كل المحللين الاقتصاديين لما تكلموا على ان اختيار مصر كان بسبب رئيسي قصه قناه السويس ووجود الطريق الحزام، مبادره الحزام والحرير في طريق يعني بتدخل ضمن قناة السويس، فباعتبارها يعني أحد أهم الطرق. طبعا أحد هذه العوامل الموقع الاستراتيجي والجيوسياسي لمصر وقناة السويس ومحور التنمية، لكن ما يهم فكرة اقتصاديا يعني من الناحية الاقتصادية، مصر يعني في ظل بيئة مضطربة عالميا في شرق أوروبا، في الحرب الروسية الأوكرانية، حتى الآن في شرق آسيا هناك طبعا توترات بسبب يعني استقطاب بين أمريكا والصين. صحيح. وأزمة تايوان وعسكرة العلاقات الدولية في هذه المنطقة، مصر تعتبر بيئة جاذبة للاستثمارات، فبالتالي هذه الدول ستستفيد من الاستثمارات. أيضا مصر كبوابة للدول الأفريقية يعني في نقطة مهمة، وبالمناسبة بالطبع بمناسبة الدول الأفريقية أعتقد أن أحد المزايا المهمة لانضمام مصر للبريكس هو الدفاع عن الدول الناميه، يعني كما اشار الرئيس السيسي انها تمثل اهميه كبيره، لان هذا جزء من السياسه الخارجيه المصريه في الدفاع عن القضايا الافريقيه وقضايا الدول الناميه فيما يتعلق بقضايا المناخ، قضايا التكنولوجيا، قضايا التمويل الدولي، يعني هناك قضايا عالميه وتتطلب صوت موحد للجنوب للدفاع عن مصالحه في مواجهه التكتلات الاقتصاديه الاخرى. فيما يتعلق بازمه الغذاء العالمي، وربما ده عنوان مهم جدا الجميع يتحدث عنه، كيف سيسهم تجمع بريكس في يعني الحد من هذا الامر؟ يعني بالطبع هذه نقطة مهمة استاذ مصطفى، لان أزمة الغذاء العالمي هي الان اعتبرها التحدي الاكبر للبشرية، يعني طبعا في ظل ازمات كورونا ثم ازمات الحرب الروسية الأوكرانية ويعني تعثر تصدير الحبوب من اوكرانيا وروسيا، اضافة طبعا الى تحدي التغيرات المناخية التي ادت الى التصحر والجفاف وشح الامطار، كل هذا مع زيادة على عدد سكان العالم الى 8 مليار، كل هذا اوجد نوع من الضغط على الغذاء، وبالتالي اصبح هناك الحاجه والقضيه هي الامن الغذائي، اعتقد هو الان في صلب الامن القومي لاي دوله، والامن الغذائي العالمي والامن العالمي بشكل عام. صحيح. بالطبع دوله مثل روسيا مهمه كاحد اعضاء البريكس في موضوع الامن الغذائي، وراينا في القمه الافريقيه عندنا البرازيل في موضوع اللحوم ومنتجاتها. بالطبع. والصين، الهند ايضا حققت اكتفاء غذائي وتصدر القمح، وبالتالي سيساهم طبعا في حل دعم قضية الأمن الغذائي، انخفاض الأسعار الغذاء عالميا. أيضا الأهم أيضا هو التعاون في مجال مواجهة تغيرات المناخ، التوسع في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، في الهيدروجين الأخضر، وهذه نقطة مهمة أيضا في دعم الغذاء وفي دعم قضايا التنمية. ولذلك هو خطوة مهمة بالطبع لمصر الانضمام، سيكون لها ثمار كثيرة على المستوى الداخلي، على المستوى الاقتصادي، سيكون ايضا بيعكس ويعزز مزيد من الدور المصري في محيطه الاقليمي ومحيطه ايضا الدولي، سيحقق مزايا كثيره في ضبط العلاقات الدوليه والنظام الدولي ليكون اكثر يعني توازنا واكثر استقرارا بعد يعني مرحله الاضطراب التي عاشها، سيكون ايضا دعما في مواجهه القضايا العربيه، القضايا الفلسطينيه، خاصه ان الصين وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا من الدول الداعمه،
أيضا سيعزز وضع العالم العربي في المنطقة، يعني مصر والسعودية والإمارات كدول سلاسة لديها تجارب تنموية، لديها تجربة اقتصادية مهمة، لديها ثقل سياسي، سيعزز طبعا من الدور العربي. وهنا النقطة أيضا متعلقة بأن العرب في الفترات السابقة كان أقرب للمفعول به، يعني لم يكن للدور العربي أو الوجود العربي دورا في التفاعلات العالمية. صحيح. كانت دائما في هذه المرحلة بعد الانضمام أعتقد أن الوضع قد يختلف كثيرا، خصوصا مع قوة الاقتصاد العربي النامي اللي احنا شايفينه، وكمان زيادة التفاعل العربي اللي موجود في وجود استثمارات متبادلة بين الدول العربية. كل الشكر ليك الدكتور أحمد سيد أحمد الباحث السياسي بمركز الأهرام، نورتنا وشرفتنا. شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا مصطفى. شكرا جزيلا.